اهلا بكم مجددا ومصر على الهواء من قناه صوت الشعب. والنهارده بنتكلم في موضوع هام جدا، هو موضوع مشروع لتطوير اساليب الري بوزاره الموارد المائيه، مع ضيفي المهندس خالد بخيت مدير عام مشروع الاداره المتكامله لتحسين الري. باشمهندس برحب بحضرتك، كل سنه حضرتك طيب وسنه سعيده عليك يا رب. باشمهندس خلينا نتكلم، احنا بنتكلم على حصه مائيه لمصر تقريبا 55 مليار متر مكعب، والكلام ان احنا عندنا مشكلة في المياه، او عندنا يعني وصلنا لمسألة عدم الاكتفاء من ناحية الماء، او ان احنا في حالة يعني فقر مائي. تمام. هو مصر الحقيقة دخلت في حقبة الفقر المائي فعلا، لان الفقر المائي معرف على مستوى العالم بان هو استهلاك الفرد في السنه. فمصر حاليا دلوقتي دخلت فعلا بالحصه بتاعتها، ومع زياده تعداد السكان فاحنا فعلا اصبحنا دلوقتي من ضمن الدول اللي عندها فقر مائي. تمام. ولذلك الوزاره الحقيقه في بـ 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 بتسعى جاهدا لترشيد استخدام المياه. تمام. وده يندرج على تغيير سلوك هنتكلم الأفراد في المسألة دي، لكن خلينا قبل ما نتكلم ازاي نغير سلوك، هل احنا يعني وهنا يعني اتحدث عن اهالينا الفلاحين كأكثر استهلاكا لمياه الري، يعني هل عندنا حالة يعني مش عايز اقول تسيب مائي ولكن اهدار للموارد المائية المستهلكة في الري؟ هو في الحقيقة زي ما حضرتك بتقول أهالينا الفلاحين، إحنا ما عندناش إهدار، يعني أنت لو شفت الحصة المخصصة لمصر والزمام اللي بيتزرع في مصر هتلاقي إن إحنا ما إحناش سيئين بالمعنى المفهوم. بنتكلم على زمام قد إيه يا فندم؟ كم فدان؟ والله اختلفت الأقوال، ولكن هو زمام في حدود 8-9 مليون فدان على مستوى مصر. 9 مليون فدان، عملية الري بالغمر تقريبا في كام فدان؟ الري بالغمر في الدلتا والوادي الأراضي القديمة هي. تمام. اللي شغالة بالري في الغمر. تمام. إنما أي أرض جديدة في الصحراء الحقيقة قانون الوزارة بينص إن أسلوب الري لازم يكون اتباع الري الحديث اللي هو الري بالتنقيط أو الري بالرش. تمام. وعشان تقليل الفاقد. لكن ما عندناش نسبة قد إيه هي عدد الأفدنة في الوادي، وهنا نتحدث عن الدلتا يعني اللي بيتم فيها الري بالغبر. هو الدلتا 5 مليون فدان. 5 مليون فدان. 5 مليون فدان. تمام. خلينا بقى نتكلم ازاي هنحل مشكلة نقص المياه، خاصة ان احنا بنتكلم في الفترة القادمة في سد النهضة وفي امور اخرى. يعني نبذة عن المشروع، نتكلم عن مشروع تطوير الري، بيتكلم عن ايه مشروع تطوير الري؟ هو ادواته ايه؟ الياته ايه؟ مشروع الادارة المتكاملة مش مشروع تطوير الري. هو مشروع الادارة المتكاملة وتحسين الري هو يمكن المشروع وحيد في الوزارة، ومن اسلوبه او من اسمه ان هو اسمه الاداره المتكامله. المشروع لو هنقول مثلا احنا لو عايزين نعمل كوبري في مكان هنسميه مشروع، لو عايزين نعمل نفق في مكان هنسميه مشروع، لو مبنى اداري او مبنى سكني في مكان معين برضو هنسميه مشروع. مشروع اداره متكامله بيتم تنفيذه في زمام 550,000 فدان. لو هنقارنه بالمشاريع اللي انا قلتها 550,000 فدان في وسط الدلتا وفي غرب الدلتا. وسط محافظات ايه يا فندم؟ محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة واسكندرية. ده كمرحلة أولى؟ ده كمرحلة أولى. كمرحلة أولى. تمام. وهو يعني لو هنقول زي ما قلت لحضرتك كده كوبري أو نفق أو كده، فالمشروع بينفذ فوق ال 250-300 مشروع صغير. تمام. بيتم تنفيذه، احنا ابتدينا تنفيذ فعلي من 2007 وما زال قائم، يعني يمكن نهايته على السنه الجايه ان شاء الله او السنه دي. خلاص بقى كل سنه طيب وانت طيب. يعني من 2007 لحد 2016 يعني او 2017 بنتكلم في 10 سنين. يعني كل اللي تم تطويره هم 550,000 فدان. هو او طبقا لكلام حضرتك يعني هو حضرتك المشروع بي 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 جميع الاراضي اللي بتشرب من ترعه بيت يزيد في وسط الدلتا، وترعة المحمودية اللي هي في غرب الدلتا، ترعة بيت يزيد واخدة
من الرياح العباسي بتمر في محافظة الغربية وكفر الشيخ، زمامها حوالي 265 ألف فدان. ترعة المحمولية بتاخد من فرع رشيد وماشية برضو في محافظة البحيرة وجزء من اسكندرية في الآخر بتصب. زمامها 285 ألف فدان. تمام. المشروع اتعمل له دراسة، اتعمل له فيزابيليتي ستادي، والمشروع مختلف عن المشاريع التانية اللي كانت بتقوم بيها الوزارة، لأنه هو الوزارة طبعا مليانة قطاعات مختلفة، وكل قطاع في الوزارة مختص بجزئية معينة أو تخصص معين. فالإدارة متكاملة من اسمها هي زمام المشروع أو المساحة بتاعت المشروع، درس نوعية المشاكل اللي موجودة فيها، وأيا كانت المشكلة الخاصة بقطاع المية أو الصرف فبيوجه حلها للقطاع المختص بها. يعني حضراتكم يعني إدارة متكاملة، ولكن كل الإدارات التابعة لوزارة الري ممكن أن يحدث ما بينكم وما بينهم كلام خاص. تمام. هو عبارة عن تنسيق ما بين الإدارات، بدل ما كنت بعمل مشروع ري بس. تمام. أو صرف بس. أو تمام. أو ترع مختص أو مثلا تطهير بس. أو 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 أو, 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 أو أصبح هو شامل. إدارة شاملة بتنسق ما بين كل هذه الإدارات. كل هذه الإدارات أنا محتاج إيه؟ يا قطاع فلان نفذ دي، يا قطاع فلان نفذ دي، يا قطاع، كل قطاع طبقا لتخصصه. طيب باشمهندس، احنا بنتكلم على كام مصرف رئيسي وكام ترعه فرعيه مستهدفه من هذا المشروع؟ اشرت الى مصرف يزيد وترعه ميت يزيد، دي ترعه رئيسيه. واخده من زي ما قلت حضرتك من الرياح العباسي وطلعت في محافظه الغربيه وكفر الشيخ. في ترع فرعيه كتيره منها، يعني احنا لو هنقول زمام المشروع كله يفوق ال 120 ترع فرعيه، واخده ما بين ترعه ميت يزيد وترعه المحموديه. تمام. ايه التطوير اللي ممكن يحدث في الترع الفرعيه اللي هي بتوصل للاراضي تحت عنوان الاداره المتكامله وترشيد الاستهلاك من الموارد المائيه؟ الترع الفرعيه في بعض الاوقات بيكون مثلا هنقول سلوكنا احنا كمصريين للاسف اصبح بيتعامل مع المجاري المائيه بصفه عامه بشكل مش كويس، يعني مش حضاري. أقول مش حضاري للاسف، ان المايه دي هي حياه مصر، يعني من غير المايه وجعلنا من الماء كل شيء حي، من غير المايه مصر ممكن تختفي. فاحنا سلوكنا مع المجاري المائيه سيء. الناس بترمي المخلفات بتاعتها، الزباله بتاعتها في المجاري المائيه. في بعض الاحوال احنا عندنا ترعه في غرب الدلتا من كتر اتقفلت من كتر الزباله ما اترمت في المجرى المائي، اتقفل تماما زي ما يكون حضرتك عملت فيه سد. اضطرينا ان احنا نعمل، كانت الترعه دي ماشيه ما بين صفين من المباني، صرف صحي بينزل فيها، خططوها طهرناها، شلنا لان كان بعد منها بعد صفين المباني دول كان في حوالي 4000 فدان ما بيشوفوش الميه من اكتر من 20 سنه. وكان الاهالي بتضطر ان هي تروي من المصرف. وطبعا ميه المصرف بتبقى ميه فيها شرط صحي وملوحه عاليه شويه، ما بتديش الانتاج الكويس، وفي نفس الوقت برضو من كتر الري بيها الارض بتبور. فالمشروع طهر الترعه دي كلها، شال الزباله اللي كان فيها وغطاها بقطاع بوكس خرسانه، وفي المسافه اللي هي ما بين المباني كانت مسافه تقريبا حوالي كيلو ونص. تمام. 1400 متر بالظبط يعني. تمام. حضرتك اشرت لجزئيه هامه جدا هي سلوكياتنا كمصريين في التعامل. صحيح. مع مورد هام جدا هو المياه. ازاي يعني، هل برضو من ضمن الخطط ان يبقى في حمله توعيه، واحنا بنشوف بعض الحملات خاصه بالمحافظه على المياه، المحافظه على الترع من التلوث سواء كان صرف او رمي زباله، هل في من ضمن الخطط ان يبقى في توعيه على السلوك، لان السلوك في النهايه هو الاهم. تمام. هو حضرتك المشروع برضه فيه شقين، مشروع الإدارة متكاملة عبارة عن شقين، شق تنفيذي بيخص بأعمال
كباري، اعمال صحرات، اعمال اهوسه، اعمال تعميق في الترعه، اعمال صرف مغطى على مستوى الـ 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 الاراضي الطينيه بالذات بتحتاج ان يكون فيها صرف مغطى عشان التسريب بتاع المياه، صرف زراعي. وفي شق تاني هو شق سوفت، هو شق احنا بنتعامل مع المنتفعين، بنحاول ان احنا نشكل يعني او نوميه بنشكل روابط روابط للمستخدمين، بنسميها روابط مستخدم المياه على مستويات مختلفه على كل حوض يعني، على كل مجرى مائي من اول المجرى المائي اللي هو يعتبر خاص. يعني انا عايز اوضح لحضرتك ان روابط يمكن في صور بتعرض لاعمال تدعيم يعني الصوره اللي موجوده دي ترعه المحموديه، هويس ترعه المحموديه. ترعه المحموديه دي بتاخد من فرع رشيد عن طريق محطه الترمبات، ولو هتشوف محطه الترمبات رفع، طبعا محطه الترمبات رفع. شايفين البوابات في الصوره اللي فوق على الشمال دي؟ محطة الترمبات بترفع المية من فرع الرشيد لترعة المحمولية، وبعدين البوابات بتاعة الهويس بتتفتح زي ما انتم شايفين كده، بيحصل فيها خريف، فاحنا بنفقد طاقة، بنرفع المية ونرجع نرجعها تاني. فالمشروع زي ما انتم شايفين في الصورة اللي تحت منها، البوابات اتظبطت وما اصبح الخريف ده مش موجود. ترعة المحمولية الهويس ده يعني يعتبر منشأ مائي، اللي ما يعرفش الهويس يعني ايه، هو عبارة زي ما تقول حضرتك الاسانسير بتاع المراكب او السفن. لما بيكون مجرى مائي في فرق في مناسيب المياه ما بين مثلا ترعة المحمولية وما بين فرع رشيد، لان في نتيجة المياه اترفعت عن طريق محطة الترمبات، والمركب موجودة في فرع رشيد وعايزة تعدي ترعة المحمولية، فبتخش جوه ما يسمى الهويس ويتقفل عليها ببوابتين، وبعدين المياه لا بتزيد يا بتقل جوه هذه الغرفه، بحيث ان المياه في جوه الغرفه دي بتساوي منسوبها بيساوي المياه اللي خارجه في الاتجاه اللي هي رايحاه. تمام. خليني برضو يعني اسال حضرتك على مساله يعني ثقافة وخلينا هنا اتجه من المصريين واخص الفلاحين ودوركم مع وزارة الزراعة في توعية الفلاحين، لان في النهاية برضو وزارة الزراعة مسؤولة مع وزارة الري. تمام. خلينا ناخد اجابة حضرتك يعني معي زميلي رمضان الشحات، واحد مخازن بمحافظة الجيزة اللي بتقوم بتوزيع التموين على البقالين. زميلنا رمضان، مساء الخير. يا مساء الخير رمضان. يعني في البدايه خليني اعرف يعني تفاصيل هذا الخبر منك، لانه مش واضح عندي الصوره واضحه. يعني بالفعل نحن في اليوم الاول لشهر يناير في عام 2017 يعني بنقدم التهنئه لجميع المصريين بحلول هذا العام، ونتمنى لهم ايضا ان يديم عليهم الصحه والعافيه. أمين. ويديم عليهم ايضا الترابط في من اجل خدمه الوطن. انا الان باحد مخازن الجمله بمحافظه الجيزه، هذا المخزن كغيره من المخازن الاخرى التي تنتشر على مستوى الجمهوريه وتصل الى حوالي اكثر من 500 مخزن. لا يوجد مركز او مدينه بمحافظات الجمهوريه الا ويوجد بها مخزن للجملة التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بفرعيها الشركة المصرية والشركة العامة التي تقوم بتوفير تلك السلع لبدال التمويل من أجل صرفها على المواطنين. أما من حيث توفر السلع، أستطيع أن أؤكد أن هذا المخزن هو جزء من عدد كبير من المخازن التي توجد في هذا المكان، تتوفر به جميع السلع سواء كانت أرز أو زيت أو سكر أو سلع ترفيهية أخرى، كما أنها أيضا تقوم بتوفير السلع الخاصة بنقاط الخبز لبقالي التموين، بعد أن أقر وزير التموين مؤخرا على أن يقوم بدال التموين بتوفير سلعه الحرة على فارق نقاط الخبز من السوق الحرة أو من هذا المكان من أجل تلبية احتياجات المواطن من تلك السلع. المشهد من خلفي يوحي أن هناك مخزون كبير من السلع في من جميع كل أنواع، فهذا الأرز هو أرز هندي قامت الوزارة باستيراده مؤخرا بعد أن أحجم كثير من التجار على توريد الأرز البلدي
المواطنين او للوزاره من اجل صرفها على بقال التموينه. ويوجد هنا ايضا في هذا المكان كميات كبيره من الزيوت التي تتفاوت في الاسعار ما بين العشرة جنيهات الى ال11 جنيها الى وصولا الى ال15 جنيه، خاصه لصرفها على فارق نقاط الخبز. اما الجديد في هذا المكان هو ان الوزاره قد قامت بضخ كميات كبيره من سلعه المكرونه من اجل صرفها للمواطنين كبديل الارز. استراتيجيه الوزاره تعتمد على تكوين استراتيجي كبير من تلك السلع، ولذلك فان الوزير مؤخرا قد صرح على انه سيقوم ببناء عدد كبير من الصوامع من اجل تخزين القمح، وعدد كبير ايضا من المخازن اللوجستيه بالمحافظات لتقليل عمليه التداول ما بين السلع من اجل خفض اسعارها ووصولها الى اماكنها للمواطنين. اما بالنسبه لعمليات صرف المقرات التموينيه، استطيع ان اؤكد ان هناك اكثر من حوالي 30 الف بقال تموين واكثر من 2000 من مشروع جمعيتي، وكذلك 1400 منفذ من 1400 مجمع استهلاكي ينتشرون بالمحافظات كافه، يقومون بتوزيع السلع بالسلع التموينية للمواطنين. ولكن هناك إيضاح بسيط يجب أن يعلم المواطن، أن أسعار السلع على المقرات التموينية هي ثابتة، بمعنى أن السكر على التموين لم يزد عن 7 جنيهات، ولكن حدث تحريك آخر في سعر الزيت اللي هي العبوة 850 جرام حتى وصلت إلى 10 جنيهات. ولكن كميات كبيره من السلع متوفره في جميع المخازن وعند البقالين، وعمليات الصرف للمقرات التموينيه تسير على احسن حال. يعني دعنا نقترب من المشهد اكثر مع الاستاذ عبد الرحمن عاشور وهو مدير عام الشركه. استاذ عبد الرحمن، احنا عاوزين نعرف كميه المنصرف عندك قد ايه من السلع والمقرات التموينيه. هو تم صرف حضرتك حوالي 4500 طن سكر، ده بالنسبه للجيزه بس. بالنسبه للجيزه بس 4500 طن سكر بمعدل حوالي 54% من الربط، وتم صرف 2500 طن زيت بمعدل 40% من الربط، والباقي حوالي 6% ده سلع اخرى زي مكرونه زي رز زي سلع من الاخرى. يعني ما عندكش عجز في اي سلع؟ الحمد لله رب العالمين. على مستوى الجيزه على مستوى الجيزه يعني زي ما حضرتك شايف ده نموذج للاماكن الموجوده عندنا هنا في الجيزه، كلها بنفس الشكل ده، مليئه تماما بالسلع ومكدسه وما في اي ازمات، وتم الصرف لجميع البدالين بنسبه 100%. بشكرك يا استاذ عبد الرحمن. ولكن رمضان يعني رمضان يعني اختم رمضان، خليني بس اسال الاستاذ عبد الرحمن قبل ما تختم رمضان، يعني هناك بعض الشكاوى من بعض المواطنين ان بدالين التموين، يعني هو المشهد واضح في توافر في السلع، في مخازن فيها سلع كلنا كمصريين بنطلبها، يعني سواء كان زيت سكر رز، لكن الكلام ان بعض بدالين التموين تروح تساله على سلعه يقول لك والله ما جاتش، لا ما عندناش. طب بقول لحضرتك ايه، لو ليك 4 اكياس سكر انا ممكن اتصرف لك في 2 دلوقتي والاثنين التانيين ربنا يسهل. المواطن ده اللي بيشوف المخازن دي ويؤكد ان الدوله بتوفر هذه السلع يعمل لما يتعامل مع بدال تموين؟ وانا مش عايز اقول بقى ان بدال التموين الايام دي يعني الليله عيد، يعني بقى عندهم فرح وبقت الامور كل، مش عايز اقول كل الشعب المصري، ولكن نسبه كبيره دلوقتي بتتهافت على ان تعمل في هذه المهنه اللي هو بدال تموين او صرف سلع تموينيه. يعني ابدعني اجيب على جزء من هذا السؤال، اما باقي السؤال فسوف يقوم الاستاذ عبد الرحمن عاشور بالاجابه عليه. بالنسبه ل توفر السلع عند البقالين التموينيين، هذا المخزن تقوم الشركه بضخ كميات كبيره منه في السلع يوميا، بمعنى ان هذا المخزن يقوم ملؤه بالسلع ثم افراغه ثم ملؤه ثم افراغه. اما بالنسبه للشكوى بعض المواطنين من عدم وجود سلع عند بدالي التموين احيانا، استطيع ان اؤكد ان عمليات الصرف لهذه السلع تتم بنسب، بمعنى ان البقال بدالي التموين الذي يصل ربطه الى 100,000 جنيه تصل اليه نسبه معينه من السكر ونسبه معينة من الزيت، ولكن هذا يكون باستمرار خاصة وأن صرف المقرات التموينية تتم طوال الشهر. أما بالنسبة لإخفاء السلع، أستطيع أن أؤكد أن الوزارة بالتعاون مع مباحث التموين من اليوم قد تقوم بحملات تفتيشية على بقال التموين وكل من هو مرتبط بصرف المقرات التموينية، وهناك أيضا إجراءات رادعة سوف تتخذها الوزارة ومباحث التموين من أجل ضبط إيقاع السوق. يعني الأستاذ عبد الرحمن، يعني هم يعني أرادوا أن يعودوا إليك مرة أخرى بسؤال، يعني عاوز أعرف كل مواطن بياخد كم كيس سكر على بطاقة التموين، لأن في بعض البقالين بيقولوا لهم مفيش. لا، هو كلمة مفيش دي مفيش كلمة مفيش،
انا عايز اوضح مفيش كلمه مفيش. هو من حق كل مواطن يعني زي ما بصرف البقاله زي ما قلت لحضرتك كده انا صارف نسبه 54% من الربط سكر، يبقى المواطن من حقه ياخد بنص المبلغ بتاعه سكر على الاقل. على الاقل يعني اذا كان لو قلنا ان مثلا الدعم بتاع المواطن 21 جنيه يبقى ياخد له كيسين سكر على الاقل يعني، ده من حقه، من حق المواطن يطالب بكيسين سكر من كل بقال. بس الاجراءات الوزاره حطتها مؤخرا ان كل مواطن كل مواطن على البطاقه بيتصرف له كيس سكر. احنا بص حضرتك حسب المتوفر قدامنا، اذا متوفر زيت او سكر هو النسبه دي تفاوتت ليه؟ كان الزيت عشان موضوع الشتاء والنوات اللي كانت حاصله في اسكندريه الكام يوم اللي فاتوا كان الزيت اثر وصوله على هنا، لكن انا لازم اصرف الحصه بالكامل للبدال فبعوض له حصه الزيت بعوضها له بسكر، فهو خد سكر ازيد من الزيت يعني، خد السكر بنسبه ازيد من نسبه الزيت بالاضافه لبعض السلع الاخرى. من حق كل مواطن مش كيس واحد بقى دلوقتي بالنسبه لي انا هنا على الاقل في الجيزه، انا ما اعرفش ظروف المحافظات الاخرى ايه، من حق كل مواطن ياخد كيسين سكر مش كيس واحد، على كيسين على الفرع حسب الدعم يعني بتاعه. استاذ عبد الرحمن يا رمضان معلش سريعا يا استاذ يا رمضان سامعني يا رمضان تحت امرك زميل رمضان سامعني اسمعك يا اسمعك يعني ليه. استاذ عبد الرحمن انا كمواطن اعرف منين بقى ان كان في نوى وان الزيت ما جايش وان السكر هاخده مكان الزيت؟ الحسابات ديت يعني ساعات مش عايز اقول الكل بيستغلها ضعفاء النفوس. هنا اتحدث عن الدور الرقابي، الدور الرقابي لمديريات التموين، الدور الرقابي لمباحث التموين في مساله احكام السيطره على بدالي او بقالي التموين. سريعا رمضان لو سمحت. رمضان سامعني زميل رمضان سامعني الصوت؟ سمعت السؤال؟ طيب تقريبا الاتصال في شيء، بعتذر للسادة المشاهدين، لكن انا عايز برضه اقول للسادة المشاهدين اهالينا لازم كل واحد يطالب بحقه، ده دعم بتدفعه الدولة، بتدفعه للمواطن البسيط، مش بتدفعه لا لبقال تموين ولا لتاجر جملة. ارجع لضيفي المهندس خالد بخيت، لابد ان يبقى في تنسيق مع وزاره الزراعه. طبعا هو في تنسيق كبير مع وزاره الزراعه من خلال المشروع بتاعنا، جزء من الجهات اللي بتنفذ المشروع اللي هي المراوي اللي هي المجرى المائي اللي هو اللي داخل على الارض. داخل على الارض على طول، ده بينفذه وزاره الزراعه، جهاز تحسين الاراضي، وعملوا فعلا خدوا مشروع كمان اصبحوا بينفذوا المراوي على مستوى الدلتا كلها. باشمهندس التطوير هنا بقى شكله ايه؟ هل شكله ان احنا هنغطي المصارف؟ هل شكله ان احنا هنقول للفلاح هناك طرق حديثة للري؟ خاصة ان الفلاحين المصريين او اهالينا دايما مع كل شيء جديد ينظر له بترقب. تمام. هذا الترقب قد يكون ناتج من عدم معرفة، انا اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، الساقية او المكنة والموضوع خلص، لكن هتعمل لي شبكات و ازاي نغير الرؤية دي وازاي نحفزه ونحسسه ان انتاجه هيبقى افضل لو استخدم هذا التطوير، المية اللي هيروي بيها هتبقى افضل من مياه صرف قد تكون موجودة وملوثة. تمام. هو حضرتك احنا عندنا في الوزارة حاجة اسمها جهاز او الادارة للتوجيه المائي. التوجيه المائي اللي هو بيتعامل مع المنتفعين او مع الفلاحين، بيديهم دورات عن كيفية التعامل مع التطوير بتاع المسائي، ازاي الجدولة بتاعة المسائي بعد ما تتنفذ، المسائي اللي هي الملكية الخاصة او المجرى المائي الخاص اللي بيبقى مملوك لحوالي مثلا 50-60 منتفع او فلاح، ده المشروع بيقلبه بدل ما كان مسقة ترابية بيتعمل خط مواسير مدفون تحت الارض. وفي بداية الخط المواسير ده بيبقى فيه غرفة جواها طرمبة، والمية بتتاخد من الترعة عن طريق الطرمبة وتتضخ في خط المواسير ده، في النهاية الفلاح بيفتح المحبس بيلاقي المية قدامه في الغيط على طول. تمام. شبكة ولا
تمقيط ولا مجرد مواسير وري؟ ما زالت ري بالغمر لان الارض القديمه. ده شكل يا فندم ايه بقى؟ ده شكل في ترعه الزاويه. ترعه الزاويه دي واخده من ترعه ميت يزيد في محافظه كفر الشيخ. الترعه دي موجوده في منطقه طبيعه التربه فيها انهياريه نتيجه المرور بتاع العربيات اللوري بيحصل انهيارات في الجسور. فقطاع الترعه بيوسع بيبقى كبير جدا. كميه الميه اللي ما تعرفش توصل للاخر. فاللي حصل ان احنا بطلنا القطاع ده ودقناه عن طريق عمل قطاع خرساني زي ما حضرتك شايف كده. واصبح اقل كميه ميه بتقدر توصل بسهوله لنهايه الترعه. تمام. نرجع لمساله التطوير اللي حضرتك تحدثت عنه. طيب التطوير ده المواسير مين اللي بيتحمل التكلفه بتاعتها؟ هو المشروع بتاعنا معظمه شغال في مناطق مملوكه للاهالي. يعني زي ما اخش بيتك زي بالظبط هنقول الغاز الطبيعي اللي هو جوه البيوت. ده جوه البيت انا بعمل ماسوره جوه ارض مش مملوكه للدوله. بتأكيد. ارض مملوكه للمنتفعين. المسألة القديمة اللي كانت ترابية موجودة دي برضو كان المنتفع كان بيشيل حشائش فيها على حسابه. تمام. بيطهرها على حسابه. بيعمقها على حسابه. والتعب بقى وجاز ومكن وشغلانة. تمام. التطوير بتاعها لما حط ماسورة بدل المسألة الترابية أصبح الصيانة بتاعتها سهلة جدا. يكاد يكون ما فيش صيانة. ما عادش في حشائش هتنمو. الماسوره اتردم فوق منها وبالتالي بقى اصبح في مساحه من الارض ما كانتش موجوده او كانت مستغله في المجرى المائي اصبحت موجوده دلوقتي. المنتفعين على المساله دي هم ليهم كامل الحق يعملوا فيها اللي عايزين يعملوه. عايزين يخلوها ملكيه عامه. ده تبيش لاحد المصارف للترع. للترع. الترع الفرعيه. الترع الفرعيه برضو بنعمل فيها اعمال تدبيش، اعمال تغيير بوابات، اعمال التدبيش ده لما تكون الارض الطينيه وبتهيل بسرعه او بتمتص كميه كبيره من المياه. تمام. باشمهندس التكلفه تقريبا قد ايه في الفدان؟ والله التكلفه احنا طبعا الاسعار دلوقتي زادت جامد. احنا ابتدينا بتكلفه بحوالي 5-6 آلاف فدان، 5000 جنيه للفدان. الكلام ده في 2008-9. دلوقتي متوسط تكلفه الفدان عمل تطوير مسائي بس ممكن بتوصل 10,000-12,000 جنيه. ده بيتحملها الفلاح. ده بيتحملها الفلاح على اقساط 20 سنه. حضرتك كنت اللي بتعملوا له المسأله؟ انتوا اللي بتقولوا المواسير؟ انا بطرح عمليه مناقصه عامه في الجرايد بيتقدم ليها مقاولين وبيتم يعني تنفيذ عن طريق المقاولين وفي النهايه بنشوف التكلفه كام لكل مسأله. مش طيب خليني اتكلم على الصوره دي. بنتكلم هنا على يعني تطوير متقدم في مساله الري. اللي هو الري بالتنقيط. الري بالتنقيط. يا ريت ترجعوا لنا. ده صوب. ده دي صوب. لا ارجعوا لنا بالري بالتنقيط يا شباب. اتفضل يا فندم. الري بالتنقيط هو ده ري بالتنقيط. ده ري وده ري بالرش. بالرش. تمام. الري بالتنقيط او بالرش من قانون بتاع الوزاره او قانون الري والصرف في مصر بيجبر اي أرض جديده انها لازم تستخدم نظام الري بالتنقيط وبالرش. الفكره في نظام الري في الارض القديمه نتيجه ان الملكيات صغيره ومتداخله مع بعضها. فدان نص فدان حاجه زي كده. فالري بالتنقيط او بالرش بيحتاج لحد ما مساحات كبيره عشان بيبقى سيستم وله تكلفه برضو. ولكن هو برضو مجدي اكتر في الاراضي الرمليه. بالتاكيد. باشمهندس الاراضي يعني هل في اراضي تم تطويرها من خلال المساله اللي بتقول حضرتك عليها بماسوره بغرفه خاصه برفع المياه؟ في اراضي تم تنفيذها؟ في طبعا اراضي تم في محافظه البحيره وفي محافظه كفر الشيخ ومحافظه الغربيه. في اعمال تمت فعلا بالفعل وفي منتفعين او فلاحين شغالين بالنظام الحديث اللي هو انشئه عن طريق المشروع. تمام. هل الفلاح حس بالناتج؟
حس بالتغيير سواء كان في ارضه او حتى في البهدله اللي نتيجه الري بقى وصاروا طول الليل هقول لحضرتك على حاجه. هو الفلاحين خاصه الفلاحين اللي هم في نهايات الترع شعروا اللي هم اساسا ما كانش بيوصل لهم ميه ويستنوا بقى الدور والكلام ده فدول حسوا فعلا بالفرق الكبير من المشروع. يعني الزمن بتاع الري بتاع الفدان قل بكتير. تأكيد تكلفة الري للفدان قلت بكتير. التكلفة اللي بيتكلم على سولر ومكن وشغالة طول الليل لان احنا برضو عن طريق المشروع بنعمل الري عن طريق كهرباء وحتى كان في كهرباء مش المكن القديم مش الديزل. لا كهرباء الديزل بنحطه كاحتياطي في حالة انقطاع التيار الكهربي عشان طبعا الزرع مش هينتظر. ففي طرمبات احتياطي واحجامها بقى صغيره حسب الارض حسب كل مساحه. مع الهاتف المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه. يا باشمهندس مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى المنصه وعلى المشاهدين. كل سنه حضرتك طيب وسنه سعيد عليك يا رب. معي المهندس خالد بخيت مدير عام مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين الري وبنتكلم النهاردة على مجهودات وزارة الموارد المائية فيما يخص منظومة التطوير المتكامل للري. خليني سريعا باشمهندس أتكلم على يعني حصاد 2016 وما قدمته وزارة الري لأهالينا الفلاحين خلال هذا العام المنصرم. والحقيقه يعني خلينا نقول انه عام 2016 كان في عندنا بعض الحاجات اللي حصلت في 2015 في نهاياته ونذكر اسكندريه يمكن والبحيره والامطار واللي حصل فيها. عشان كده كان احد اولويات الوزاره في هذا العام المنصرم موضوع الخطه العاجله لمواجهه الامطار خاصه في منطقه ضرب الدجله. تمام. الحقيقه في جزء كبير من وزاره الوزاره الى جانب صندوق تحيا مصر برضه هيعمل له برضه عشان وضع هذه الخطه العاجله وتنفذها. يمكن برضو من نهايه او الموسم الشتاء اللي فات لغايه بدايه هذا الموسم كان في شغل كتير سواء في محطات طرمبات سواء في بعض النقاط الساخنه الصحارات اللي بتعدي تحت الطرق او كده اللي كان فيها بعض المشكلات السنه اللي فاتت مراكز الطوارئ والاستعدادات ليها موضوع التنبؤ بالامطار برضو بشكل جيد قبلها وعمل مجموعه الكترونيه للتحذير في حاله حدوث امطار. ده كله كان اجراءات وطبعا الى جانب تطهيرات الترع والمصارف وتخفيض المناسيب بعض الاجراءات الاحترازيه عشان استعداد لموسم الامطار وده ساعد كثيرا الحمد لله. احنا السنه دي ما حسيناش لغايه دلوقتي بالمشكله في الامطار اللي نزلت في الجنوب. بالتاكيد دي احد الحاجات الهامه يعني باشمهندس. طبعا موضوع تطوير الري برضه من الحاجات الحقيقه الهامه اللي برضه احنا شغالين فيها. يمكن المهندس خالد شرح بالتفصيل المشروع واهدافه الأنشطة بتاعته ودي الحقيقة برضه والروابط وأهمية وجود روابط وأهمية نوع من المشاركة في الإدارة أو ما بين المنتفعين وما بين الري ده كلها برضه حاجات بنفع إن احنا في المستقبل ندعم هذا التوجه إن شاء الله. تمام باشمهندس خليني يعني أسأل حضرتك الباشمهندس خالد تحدث عن ان تقريبا عندنا 5 مليون فدان بيرووا بالغمر وان هذا المشروع مشروع الاداره المتكامله لتحسين الري بدا في 2007. النهارده بنتكلم في تقريبا يعني 10 سنوات كل اللي تم تطويره 550 الف فدان. يعني المتوقع في 2017 الوتيره هتزيد شويه خاصه ان ضيفي المهندس خالد قال ان الفلاحين اللي تم تطوير مسألة الري فيهم من خلال المواسير المغطاة حسوا بالفرق في مسألة المجهود أثناء الري أو حتى التكلفة لأنها بيستهلك كهرباء. بالتأكيد يا فندم هو التوجه الاستراتيجي احنا عندنا الحقيقة حاجات كبيرة في قطاع المياه ولازم كلنا نكون مدركين ده سواء الوزارات المعنية أو سواء المواطنين والمنتفعين والمزارعين بشكل خاص يعني. تمام. وبالتأكيد التوجه الاستراتيجي إن احنا نعمل عملية دفع عملية تطوير الري في الأراضي القديمة لانه لابد من هذا. احنا عندنا تحديات كبيره في الميه عندنا تنامي في الاحتياجات المائيه لكل القطاعات وبالتالي قطاع الزراعه من القطاعات المهم جدا ان احنا نوفر ونرشد فيها بقدر الامكان وفي نفس الوقت نحسن توزيع المياه ما بين بدايات ونهايه الترع زي ما اشار برضه المهندس خالد في حديثه وده موضوع اهم جدا الى جانب استخدام تقنيات زراعيه حديثه. يعني لابد من اتخاذ اجراءات كثيره عشان نحافظ ونعظم الاستفاده من كل قطره مياه موجود عندنا. التطوير احد اهم يعني احد الخيارات الاستراتيجيه المستقبليه في عمليه
الاستفاده او تعظيم الاستفاده من الموارد المائيه المحدوده اللي عندنا. بشكرك مهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه. باشمهندس خليني هنا اتحدث على مساله الروابط، الهدف منها ايه ويعني ايه روابط يعني؟ اقول لحضرتك هو بس تصحيح المشروع زمامه صحيح 550 الف فدان ولكن مش كلهم اتعملوا تطوير او كان في جزء يعني معمول قبل كده. كان 550 تمام، كان في جزء معمول في سنين سابقه تمام. وكان في جزء مش معمول، فال 550 الف فدان ده زمام المشروع اتعمل فيه اعمال تطوير ري، اعمال صرف مغطى، اعمال تكوين روابط بس لانها كانت الانشاءات موجوده من سنين سابقه يعني. تطهير و الروابط يعني ايه يا فندم؟ الروابط لو نقدر نشبهها حضرتك بالظبط باتحاد الملاك. هنقول المسقه هنقول المسقه عباره عن عماره. وكل منتفع او كل فلاح عنده فدان اتنين، معناه عنده شقه او شقتين تمام. فاتحاد الملاك بيبقوا العماره مشتركه في السلالم، في الاسانسير، الخدمات، في الخدمات بتاعتها. فالروابط بنشكل من المنتفعين رابطه تكون مسؤوله عن اداره وصيانه المجرى المائي سواء كان ترابي او مطور عن طريق وعمليه بقى جمع الاموال ليها قانون. ليها قانون ويقدروا يلموا يعني يلموا من المنتفعين ثمن اللي هو الديزل كان او شبكه الكهرباء او المشغل اللي هيشغل لهم الترمبات. ودي ده عباره عن رابطه المستخدم يعني على مستوى المسقى. في رابطه اكبر منها المسقى بتاخد من ترعه تمام. فاذا الترعه عليها حوالي مثلا نقول 20 او 40 مسقى. الروابط بتاعه المسائل دي كلها بتتجمع مع بعض وتعمل ما يسمى ربط الترعه. ربط الترعه دي بتكون بتتعامل مع الوزاره بحيث ان هي بتقترح على الوزاره بعض الاعمال اللي ممكن هي هتفيدهم كربط الترعه. وبالاضافه لكده كمان في حاجه اسمها مجلس ميه، مجلس ميه على مستوى المركز، يعني مثلا مركز أبو حمص أو مركز دسوق أو مركز المحمودية. وهذه المجالس اللي أنشأها المشروع ليها مقر جوه هندسة المركز. تمام، يعني المقر توفر لهم المقر. وزارة الري تعتبر وزارة سباقة على مستوى الحكومة في إن في نوع من أنواع التواصل مع الناس او اللي هي الوزاره بتخدمهم. احنا طبعا وزاره خدميه بالتاكيد، ما بنبيعش المايه اللي احنا بس بنرشدها وبنطور مسائل الري، بنوزعها بالشكل اللي هو ده مشهد لمصرف شكله جميل قوي. دي في البحيره ترعه اتعمل لها تدبيش للجسور بتاعتها. من ضمن الاعمال برضو اللي قام بيقطع تطوير الري. طيب احنا هنا بنتكلم على تطوير خاص بمياه مصارف وترعه، هل في الخطه، هل في اهدافكم، او هل في تطوير لمياه جوفيه؟ هل يعني هل تتبع هذا التطوير المتكامل المياه الجوفيه وترشيد استهلاكها؟ طبعا حضرتك عارف المشروع المليون ونص فدان قائم تقريبا اكتر من 90% منه على المياه الجوفيه. لانه هو قايم في المناطق الصحراويه، وده مشروع يعني رائد. وطبعا حاليا الوزاره في تعاون مع الجيش ومع شركه الريف المصري اللي هي الشركه القابضه اللي اتعملت عشان مخصصه باداره مشروع المليون ونص فدان. في تعاون في مساله التطوير في دق الابار، وبعدين انشاء شبكه من سواء الري بالرش او التنقيط على الاراضي دي، لان كلها اراضي جديده، كلها اراضي صحراويه. تمام، حضراتكم عندكم الكفاءات اللي بتعمل الشبكات اللي عندها تصميم للشبكات، لانه بالتاكيد هذه الشبكات لها تصميم معين يعني. هو الوزاره طبعا مليانه مهندسين سواء مدني او مهندسين كهرباء او ميكانيكا. عندنا مصلحه الميكانيكا والكهرباء فيها خبرات كبيره جدا لتصميم الترمبات. لو تذكر حضرتك المشروع بتاع توشكا كان يعني ترومبا يعني اتعملت تفصيل على عشان المشروع ده بالذات.
مهندسين مدني على مستوى الوزارة بيقوموا بنفسهم ان هاوس، بنعمل التصميمات بتاعت الاعمال المدنية كلها ايا كانت، كباري او صحارات او يعني احنا ما بنلجأش المكاتب الاستشارية اللي هي مناقصات الميكانيكا فيها كفاءات كبيرة، يعني وهي اللي خاصة بطرح كل المناقصات الخاصة بتطوير الري. تمام. طيب حضرتك كنت بتتكلم على محطات الري ومصلحة الميكانيكا، كنت افتكر كده في فترة من الفترات يعني كان يقول لك انت عايز توصل لمحطة رفع خليك ورا الضغط العالي. اخر الضغط العالي محطة في محطة الرفع. تمام. انا عايز اوضح للسادة المشاهدين دور محطات الرفع، يعني لان الفكرة البسيطة اللي عندنا محطات الرفع بتاخد المياه وبعد كده بيتم رفع المياه وضخها لتصل الى اراضي قد لا تصل لها نتيجة الترع الطبيعية يعني. تمام. هو حضرتك المحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء مسؤولة عن إنشاء وإدارة محطات الطرمبات سواء ري أو صرف. يعني كل المصارف اللي هي في الجمهورية في النهاية عشان دي بتبقى مية مالحة أو مية أوقات كتير فيها كمان صرف صحي أو صناعي، فهي بتضخ المية دي على البحر. ده في النهاية عشان نتخلص منه. او زي ترعة المحمودية محطة الطرمبات بتاعتها بتاخد المياه من فرع رشيد وترفعها لترعة المحمودية، وبالتالي ممكن بتغذي الاراضي اللي هي على جانبي ترعة المحمودية. فهي فعلا زي ما حضرتك بتقول المحطات الطرمبات علشان لإما اوصل مياه لمنطقة بعيدة محرومة او عشان اتخلص من مياه المصارف المياه في البحر. باشمهندس ايه المعوقات اللي بتقابلكم وانتم بتنفذوا هذا المشروع؟ والله المعوقات بسبب ان يعني جزء كبير من المشروع بيتم في اراضي الناس. يعني انا بخش بيتك بشتغل جوه، لازم تستأذن. لازم استأذن ولازم في مشاركة ما بيننا وما بين الناس على امشي في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده. بنعرض على المنتفعين التخطيط بتاع المسائي او بحيث ان اوقات بيبقى مثلا في عائلتين بينهم وبين بعض مشاكل، مش عايز اروق معاهم. فدي نوعية من نوعيات الحاجة. تانية اوقات بيبقى مثلا منتفع بيبقى ارض منه قريبة بتاع بقول لك لا ماليش دعوة بالموضوع ده، بيقول انا بعد شوية اخش كاردون مباني ومش عايز ما تطور ليش لان انا هدفع فلوس وانا هقلب الارض بتاعتي مش هتبقى زراعة. رغم ان المفروض الدولة الحقيقة يعني قصة الاراضي اللي هي فيها بنية اساسية فيها ترع وفيها مصارف موجودة بالفعل، حرام ان يكون في حاجة زي كده موجودة واجي ابني مبنى عليها. يعني انا عندي صحراء واسعة. والله ده موضوع كبير قوي يا باشمهندس. احنا بنتكلم على كبير. اكتر من 30 الف فدان إن لم يكن اكثر بكثيرا يعني تم تبويرهم من بعد ثورة 25 يناير الى فعلا. الان يعني ده حتى والى الان يتم تبويرهم والى الان وحتى في القاهرة، مش هنقول الاراضي الزراعية بس في القاهرة في جميع الاحياء العمارة او الفيلا اللي كانت موجودة بتتهد وتطلع عمارة. وده برضو حمل على الشبكات. يعني الشارع اللي كان فيه ماسورة صرف صحي بتخدم 100 اسرة اصبح بتخدم يمكن 1000 اسر. العمارة بتطلع على الاقل 10 15 دور. كل دور فيه 3 4 شقق. اضرب حضرتك بقى وشوف. فبتأثر على المية، بتأثر على الصرف، بتأثر على الكهرباء. تمام. هل لما بيحصل حوار ما بين حضراتكم كمسؤولين في وزارة الري وفي مشروع التطوير المتكامل والفلاحين وهنعمل روابط وهنعمل كذا وده هيوفر لك كذا وكذا وكذا وكذا، هل بيبقى في استجابة؟ اوقات بيبقى فيه استجابة واوقات بيبقى فيه رفض. اوقات بناخد المنتفعين بنوريهم مناطق. ده اللي هكلم عليه بقى. التجربة كدليل على نجاح مشروع معين. وفي بعض منهم بيقتنع، في بعض مش بيقتنع. فهو يعني زي وزي اي مشروع او زي وزي اي حاجة جديدة فيها قصص بيبقى فيها اعتراضات وفي حاجات بتبقى بتتنفذ بسهولة يعني. تمام. عايز اروح اتكلم في مسألة الصرف الصحي. يعني الصرف الصحي في بعض المصارف، مش عايز اقول الري حتى من خلال هذه المصارف لبعض الزراعات، هل هناك خطة لتطوير
مش عايز اقول بقى يعني المفروض يكون في احكام رادعه. يعني احنا بنتكلم على صرف صحي وصرف صناعي وحاجه ماساه يعني. صحيح. هل هناك اجراءات رادعه من قبل وزاره الري؟ هل هناك تطوير حتى وانا مش عايز اقول حتى لو وطينا المصارف دي ما هو ساعات بيعملوا حاجات كده ومواسير من تحت. صحيح. ويقول لك ده بقى مش شايفها. ده هو طبعا ويجي اخر الليل تلاقيه فتح لك فتحه كده. صحيح. ده هو من 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 حكمه ربنا ان ان الشمس والهواء في المصارف نوع من انواع المعالجه. ولكن هو طبعا الصرف الصحي هو مش مسؤوليه الوزاره يعني. احنا مسؤوليتنا الصرف الزراعي. الصرف الصحي مسؤول عنه اللي هي الشركه القابضه للمياه الشرب والصرف الصحي تبع وزاره الاسكان. طب قبل ما اخد بس تفاصيل دي المواسير اللي بتتعمل في قلب الارض دي مواسير صرف مغطى. دي مواسير صرف مغطى هو عشان الارض الطينيه. فالارض الطينيه بتحتفظ بالميه. فسهل. ولازم الميه الزياده تتخلص منها والا الانتاجيه بتاع الارض هتقل والارض تطبل. فبنيجي نعمل مواسير زي كده على عمق حوالي متر 20 تقريبا من سطح الارض. وبتمشي بسلوب بالارض تروح لها اسمها نسميها الجعور عندنا كفلاح اللي هي تصب المايه فيها. بتصب المايه فيها بتجمع شبكه بحيث في النهايه هي مواسير مخرمه. تمام. بتصطاد المايه من الزياده من الارض عشان تفوق الجذور بتاع النبات والانتاجيه بتزيد بشكل كبير بعد تنفيذ المشروعات بتاعه الصرف المغطي. تمام. خلينا بقى نرجع لمساله الصرف الصحي يا فندم. مش مسؤوليه وزاره الري. هو مش احنا بنعاني منه طبعا كوزاره. لان في النهايه المصارف احنا كنا في خطه عاملينها من مده ان احنا بنستغل المصارف ان احنا نروي بين عن طريق خلط. بنخلط ميه المصرف بميه الترعه بنسب معينه من قله الميه اللي موجوده. تمام. وعلشان نقدر نروي بيها. ولكن طبعا في بسبب ان المصارف فيها صرف صحي وفيها صرف صناعي ففي محطات طرمبات كتير وقفنا تشغيلها لان نوعيه الميه اللي موجوده في هذه المصارف لا تسمح بالخلط. ويعني زي ما قلت هو احنا بنتعامل مع المجاري المائيه بشكل المفروض نغير سلوكياتنا بشكل كبير لان ده نعمه ربنا مديها لنا. تمام. ويجب ان احنا نحافظ عليها بالتاكيد. باشمهندس سؤال الخير لحضرتك يعني لو ان شاء الله يعني قدرنا ان احنا نغطي الخمسة مليون فدان اللي هم بالغمر بالتطوير اللي حضرتك بتتحدث عنه ده نوفر قد ايه كميات ميه قد ايه ممكن تتوفر؟ اقول لحضرتك على حاجه هو أو الفدان بيوفر قد ايه ونحسبها بقى على الاجمالي اللي احنا بنتكلم عنه. اقول لسيادتك على حاجه هو المشروع بتاع تطوير الري او الاداره المتكامله ما بيهدفش لوفر في الميه. ليه؟ لان الميه اصلا احنا اصلا قليله. اساسا الميه قليله وزي ما بقول لحضرتك احنا بنستخدم خلط ما بين ميه الري وما بين ميه الصرف في مناطق كتير لا المقنن المائي قليل. فاحنا فعلا يعني المفروض شويه الميه اللي عندنا نحافظ عليهم بشكل كبير ما نرميش فيهم زباله. ده انت يعني في الادارات لو تشوف حضرتك قدام اي بوابه اطنان من المخلفات الظلمه والزباله والاكياس بتاعت يعني منظر سيء. يعني ناهيك وواقفه يعني ورخده وريحتها وحاجه يعني وفي النهايه الكلام ده كله بيروح محطه ميه شرب. يعني في النهايه على كل الترع تقريبا في محطه ميه شرب وبعدين نعاني نقول والحق الفشل الكلوي والحق فيروس والحق 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 اصلا يعني الصور اللي حضرتك الباشا اللي بتكلم عنها دي موجوده في الدلتا اكتر بكثير من مناطق اخرى. صحيح. يعني رسالتك لفلاحي مصر رساله طمأنة يعني ما تخافش من التطوير. التطوير ده في مصلحه ارضك ده مصلحته. يعني هو اولا التطوير فعلا بيهدف مصلحه المنتفع. بيسهل له الري، بيقلل له تكاليف الري، بيقلل له بيزود له الانتاجيه. حتى الانتاجيه تبقى يعني الكواليتي او الجوده بتاعتها كمان افضل. صحيح. احد المنتفعين اقول لحضرتك قال احنا دلوقتي بنروي من غير ما رجلنا تنزل قاعد او بيتفرج على انا بدوس على ويقعد يفتح الماء الترع المسائي والخطوط وبتاع. صحيح. وشغلانه بقى بدوس على زرار الترومبه بتشتغل بفتح محبس بايدي الارض بتتروي.
غير في الاول كنت بجيب الترومبه النقالي بتاعتي على حمار والسولار واقعد طول الليل عشان اروي عشان مساله النتح وبخار الماء و و تمام. قبل ما انهي حلقتي يمكن هركز على مساله سلوكياتنا لابد انها تتغير، لابد ان يكون في انتماء اكتر للارض. الفلاح يبقى عنده انتماء لارضه لزرعته، انه دايما، ودول فلاحنا، الفلاح المصري كده عايز احسن زرعه وعايز احسن انتاجيه وعايز ارضه تبقى احسن ارض. لكن في الوقت ما تبقاش على ارضك بس، خلي كمان المصرف اللي انت بتروي منه، الترعه اللي انت بتروي منه احسن ترعه واحسن مصرف، ما يبقاش رمي لزباله وكاس بلاستيك ومش عايز اقول ان في مخلفات البناء الناس بتاخدها بالجرارات اخر الليل وترميها في المصارف دي تقفلها. المخلفات بناء بتكلم على طوب واسمنت وسيراميك وحاجات زي كده، مش ممكن. شيء من الانتماء، والانتماء لا ينقص اي مصري باي حال من الاحوال. نورتنا يا باشمهندس، شرفتنا، كل سنه وانت طيب. شكرا، صحه وسلامه. تمام. طب قبل ما اختم الحلقه مع دكتور علي النجيب استاذ المياه بمركز البحوث، دكتور علي مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا، مساء الخير، صباح الخير بقى الساعه 1:00 عدينا الساعه 12 يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب. دكتور علي، يمكن انهيت حلقتي او فقرتي مع المهندس خالد بخيت ولا تحدث فيه عن سلوكياتنا كمصريين في التعامل مع المسائي، مع المراوى، مع المراوي، مع الترع، مع المصارف، واكد انها سلوكيات في حاجه الى اعاده نظر مع حاله الجفاف المائي او حاله الفقر المائي التي نعيشها. دكتور علي، هل هناك طرق اخرى يمكن ان نعوض بيها هذا الفقر المائي؟ وحضرتك استاذ مياه في مركز البحوث الزراعيه، ودائما ما تحدثنا عن محطات تحليه مياه، عن زراعات تستطيع ان نزرعها في مناطق بها ملوحه زائده. طبعا بص حضرتك، يعني طبعا تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام، وخلينا نتكلم بشكل هام جدا. الميه طبعا ده نور، هي شريان الحياه، وان احنا عارفين ان احنا الميه تعتبر كل سموها الحرب القادمه هي حرب الميه. تمام. والميه بتساوي خطابات مثالا. فما كانش احنا عندنا برامج قويه، اولا نمره واحد، احنا لازم عندنا البرامج هذه مرتبطه بثلاث محاور. محاور ان وزاره الزراعه وزاره الري تسلك السلوك الطبيعي لتطوير منظومه الري في مصر، وتطوير الري في الجلد بشكل عام، والتخطيط المسائي والري المطور ده جزء مهم جدا في البرامج، واعتقد الحكومه بدات بحركه بطيئه. تمام. فكون ان احنا ننتهي من تصدير او تطوير الري في مليون فدان، هنقدر نوصل 8 ل 10 مكعب ميه بشكل مباشر، ممكن استخدام 7-8 منه في الساعه وفي استخدامات اخرى. الجزء الثاني هي تطوير منظومه الزراعه المصريه. تطوير منظومه الزراعه ان انا اعمل اكيد محصوليه تتلائم مع الظروف الجديده، واختار اصناف تبقى شورت بيريود او قصيره العمر من خلال التربيه والهندسه الوراثيه، تقدر تتحمل الدراوت او الجفاف وتقدر تبقى عمرها قصير. يعني بدل ما اخلي الذره عندي 130 يوم، اخلي الذره في حدود 110 20 يوم بالفيهم. الرز الميديوم بيفرق غير الرز اللي بيقعد 150 يوم. فاحنا النهارده لو اشتغلنا في هذا الاتجاه اعتقد هنبتدي نوفر جزء كبير جدا، وعن جزء نحل بيها مشاكلنا. الجزء الثاني عمليه الاستثناء وعمليه الصرف الليزر، واحنا الدراسات والبحوث قالت الكلام ده، والميزه موجود عمليه تسويه الارض بالليزر، هتقدر توزع الميه بشكل منتظم في الحقل نفسه. تطوير الري الحقلي هو جزء من المنظومه اللي انا حافظ بيها على كل قطره ميه او استرد كل كميه ميه. عندنا مشاكل طبعا في ظروف الشتاء، وظروف الشتاء احنا ما بنعرفش نستفيد، العالم كله بيستفيد من المطر الا مصر. احنا بالعكس ساعه تغيير الميه الوقت تتحول لك تدمر هذه الكميه اللي انا حفظتها او حافظت عليها وخزنتها في بحيراتي او في موارد المائيه، وانا عرض تنبؤات بيبقى قبلها باسبوع، تقدر تعمل حسابات وتقدر توقف كميات الميه وتستفيد من الميه اللي تيجي من الامطار. ودي جزء بتعتمد عليها ميلات كتير جدا في الزراعه، لكن اخر ساعه ما تنزل تعمل لنا مشاكل وكوارث وعلا. شفت السنه اللي فاتت في البحيره حصل. بشكرك دكتور علي نجيب استاذ
مياه بمركز البحوث. والشكر مرة أخرى لضيفي في هذه الفقرة من مصر على الهواء مهندس خالد بخيت مدير عام مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين رأي نورتنا يا مهندس. والشكر لكل الزملاء في استوديو 16، ونتمنى يا رب أن يكون سنة جديدة سنة